عقب المباراة توجه نيمار انتقادات حادة لإدارة برشلونة قائلا إن بعض الأشخاص في النادي الإسباني لا يستحقون الوجود في الإدارة. لا يوجد ما أقوله عن برشلونة، علي فقط قول الحقيقة، أنا حزين منهم. قضيت هناك 4 أعوام كنت خلالها سعيدا، سعيدا للغاية، 4 أعوام جيدة ورحلت من النادي وأنا سعيد. لكن رأيي أن في النادي بعض الأشخاص الذين لا يستحقون التواجد في إدارة برشلونة، برشلونة يستحق أفضل منهم والجميع يعلم ذلك. وكما كان الحال في ملعب غينغو، حضور إعلامي كبير شهدته مباراة باريس سان جيرمان أمام تولوز. أما التركيز فكان على نيمار. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا ناصر موسعي. بكم من إعلامي يفوق بكثير ما عهدناه في البارك دي برانس، هكذا كان الحضور اللافت للصحفيين ووسائل الإعلام على اختلافها خلال تغطية مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز في حديقة الأمراء. وبتركيز كبير ما يزال النجم البرازيلي يشد إليه الأضواء. هذا الاهتمام بنيمار يشد الانتباه. لقد شاهدنا عند مروره الآن تزاحم الكاميرات والصحفيين من أجل الظفر بتصريح منه، وهذا يدل بأن هوس نيمار لن ينتهي عن قريب. إنها مباراة خاصة لأنها الأولى لنيمار في البارك دي برانس، ولذلك حضر كل هذا الإعلام، وأظن أن هذا الزخم الإعلامي سيتواصل بالنظر إلى ما قدمه نيمار أمام تولوز. قنوات تلفزيونية وإذاعات وصحافة مكتوبة غصت بها الممرات المخصصة للإعلاميين في ملعب البارك دي برانس. وعلى الأمير الباريس الجديد تركزت أسئلة الجميع خلال استجوابهم للاعبين زملاء وخصوما على السواء. هذا الاهتمام الإعلامي الكبير بنيمار هو شيء جديد بالنسبة للدوري الفرنسي، ولكن عندما نرى ما قدمه اللاعب ندرك لماذا الاهتمام ببيع قمصانه والاهتمام به في الملاعب، وهذا سيرفع من شعبية الدوري الفرنسي عالميا. بث أولى مباريات نيمار مع البي اس جي على قناتنا استقطب نفس عدد المشاهدين الذين يتابعون مباريات الدوري البرازيلي، وعليه بات الدوري الفرنسي مهما في البرازيل. ما قدمه الأيقونة البرازيلية أمام تولوز ينبئ بأن نيمار سيشد الأنظار والمتتبعين وأضواء وسائل الإعلام لأمد طويل هذا الموسم، وبفضله سيعلو صوت الدوري الفرنسي عالميا وسيرتفع صيته إلى حد قد لا يتخيل مداه.